مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر انفجار وقع في العاصمة السورية دمشق في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأصيب العشرات بجروح من بينهم عدد من الأطفال والنساء حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. بينما أصيب 11 عنصرا من القوات النظامية بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة استهدف حاجزا للجيش السوري النظامي في شارع هنانو بمدينة درعا، بعضهم في حالة حرجة للغاية. ورغم إعلان الطرفين التزامهما بهدنة طيلة أيام العيد، إلا أن عددا من الخروقات الأمنية سجلت في مختلف المناطق السورية، ويلقي كل طرف المسؤولية على الآخر في انتهاك وقف إطلاق النار.